بديت اقطع الخضره مالتي، بدي اقطع الباذنجان بهالشكل هذا. خلي عليه الملح، نبدي بالفلفل. بعد ما ملحتها الغسلة بمي بارد، أول شي نقلي الباذنجان مالتنا. أنا راح أسويها نباتية، الأكلة اللي تحب تسويها بلحم، تطبخ اللحم تجيب ستيك أو عجل تطبخها أول شي وتشوحها بالزيت حتى تخليها ويا الأكل. تشويحة خفيفة وأشيلهم أخليهم على جهة، بس أصفيهم من الزيت أول شي. الزيت أنزل الشجر الزيتوني، انزل وياهم بصل اخضر وبصل ابيض، طماطه قشرتها قطعتها قطع صغار، كيس الطماطه وفلفل احمر مقليه بزيت، ملعقه اكل معجون طماطه. صراحة انزل فلفل الالوان ايضا، ما راح نضيف اي نقطه ملح، هالاكينو فلفل حار، ثوم مهروس. ولي تطبخها باللحم، اللحم ينضاف ويا الخضرة، ينطبخ ويا الخضرة، يعني تقطعيه وتشوحيه بشوية بزيت وبعدين تضيفين الخضرة عليه حتى ينطبخ ويا الخضرة. ربع ساعة ينطبخون كلهم سوا. راح انزل الباذنجان، فلفل اسود، ملح، عصرة نص حامضة، ونوطي النار على نار هادية لحد ما تنطبخ تمام. على جهة سويت رز بشعرية وياه، تركته ينطبخ تقريبا 40 دقيقة. آخر شي راح أضيف المعدنوس، أطفي النار حتى لا تسود عندي ونقدمها. خلصت أكلتنا، وهسا راح نقدمها بطريقة حلوة. رشة سمسم، هذا الشكل النهائي. طلعت بالشكل هذا، طلعت فتشي كلش طيب. أتمنى تكون عجبتكم الوصفة، ونشوفكم إن شاء الله بوصفات ثانية.